تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. شفنا البارح المسار ديال المستثمر ديالنا كيفاش يحقق كل نهار الاهداف ديالو. يلا نكتشفوا جميع البورتري ديال المستثمره ديالنا. جو بونس الى دوزت اكثر من شهر خارج المغرب كنحس بداك لو مانك وداك الحنين لو بيي. دونك ما كاين ما عنديش هاد الهاجس هذا ديال ولا هاد لو ريغري دو با افوار فيكو ايور. نوال خياتي حسيني سينيور بارتنر ديال الكابيني فاليانس كونسلتين اللي هو شركه الاستشارات. عندنا اكثر من 50 كونسلطان في المغرب بازي ا كازابلانكا ورباط. انا انترفيان اوسي ان افريك و بريزيدنت ديريكتور جينيرال ديال اكومينيا اللي هي اون نوفيل ستركتور اللي كتهتم بتو سكي داتا و انتيليجنس ارتيفيسيال. ce qui a marqué mon enfance c'est d'abord mes parents اللي بالنسبه لي هما المثل الاعلى ديالي. كانوا engagé, passionné et aussi le fait que je sois la fille parmi ma fratrie, c'est-à-dire عندي جوج ديال الاخوه. دونك بالنسبه لي ما كان حتى فرق بين التربيه ديال البنت والتربيه ديال الولد. انا قريت فاس حتى لسن 19 عام par choix لان بغيت نبقى في حد الاسره ديالي ان بو بلوس ك سن ديال 17 سنه اللي هو السن اللي خديت فيه البكالوريا. ومن بعد درت المدرسه المحمديه للمهندسين من غير الحصص ديال القرايه اون فادير ديال التعليم العادي. دوزنا دي مومون في هذيك لا فورماسيون ميليتير اللي كيبقاو في الذاكره ديال الواحد. نهار الاول حاجه نهار ممتع ان كانت لا ديكوفيرت ديال بعدا اون مانيير دو فيفر ديفيرونت لا كازيرن ميليتير مي سيتي بون انفون. لا فول برايت هي واحد المنحه كتعطيها المؤسسه ديال لا فول برايت اللي يمكن بزاف ديال الشباب ديالنا يتقدموا لها واللي كتعطي الفرصه بانك تتبع لي زيتود ديالك في يونيفرسيتي امريكان. حصلت على لا فول برايت بوغ الي ايتودي اوز ايتازوني ولكن قررت انني نبقى في المغرب ونكمل في التجربه ديال الكونساي اللي بالنسبه لي فتحت لي بزاف الافاق وعطاتني فرصه باش نتعلم بزاف الحاجات في ظرف وجيز. الشباب ديالنا خصهم يقولوا بان لا لوكاليزاسيون ني با تري امبورطون. البلاد ديالهم محتاجه ليهم محتاجه لي كومبيتونس ديالهم ولو فات بان يكونوا في المغرب ما كيحدش من لي زامبيسيون ديالهم في ظل الكونتكست اللي حنايا فيه. راه سي لا ديمونستراسيون اي فيت بان يمكن الواحد يكون في المغرب يخدم للمغرب يخدم بور دوطغ زوريزون. المشاركه في هاد ليميسيون وهاد المغامره لان سافا او دولا ديال البرنامج. الاختيار ديالي للمشروع غيكون اولا مبني على لو بروفيل ديال لونتربرونور ان لوي ميم. الحامل ديال هاد المقاوله يكون اون بيرسون بعدا باسيوني انجاجي كي سو دون ا 100% بور المشروع ديالو كي كخوا كومبليتمون المشروع ديالو. ان المشاريع كيمكن لها تغيير اون فادير في لو بيزنس موديل ديالها ولكن لونتربرونور ان لوي ميم اي امبورطون اي بور موا اي ان كريتير دو سوكسي امبورطون ديال المشروع. غدا غادي نتعرفوا جميع على المستثمر الجديد واللي غادي نشوفوه في البرايمات ابتداء من 24 نوفمبر في برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي. اذا نتلاقاو غدا في نفس الموعد على قناة دوزان. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.